هنبدا بالقوانين. أوكي. لعبه جميله ومهضومه كتير ولكن محتاجه شويه تقنيات. كل متسابق هيكون قدامه شاشه عليها خريطه العالم وانا هقول لكم اسم مدينه او بلد. كل واحد فيكم عليه انه يحدد مكان المدينه او البلد على الخريطه اللي قدامه. معاكم قلم لازم تمسكوه من فوق، وعندنا بعد ما تحددوا على الخريطة لازم تدوسوا أوكي أو سبميت عشان الكمبيوتر ياخد الإجابة الواحدة بس. أوكي. مفيش وقت، عندكم كل الوقت عشان يعني إحنا الاثنين معنا وقتين حتى لو هو عمل سبميت الأول أو أنا عملت سبميت. طبعا. أوكي. تمام. أوكي. بعد كده المكان ده هيظهر على الخريطة، المكان الصحيح والتحديد الصحيح على الخريطة هيظهر قدامكم. هنشوف مين حدد أقرب إلى المكان. أوكي. اللي حدد أقرب إلى المكان بالمسافات هو الكسبان. أوكي. حلو؟ جاهزين؟ يلا بينا. واللي هيكسب أربع مرات هو اللي هيكسب الجيم وياخد الثلاث نقط. أوكي. جاهزين؟ أبلة رزان خلصت الشر. جاهزين؟ شد حيلك يا سقة. يلا بينا نبدأ حدد المكان. ريو دي جانيرو. لقيتها؟ طبعا دي عاصمة بس لقيتها؟ هقول لكم غير بعد ما تلعب. وفي قارة مش هقول لكم. لاتين أمريكا. بعد ما تلعبوا. لقيتها ولا ايه؟ يعني مش عارف هي مظبوطة ولا لا يعني. ايه؟ انت عملت صبمات دي؟ يلا ماشي. عملتوا الاثنين، عندنا اجابتين لا فهمي ولا السقه، وحنشوف. انا ممكن اكون بعيد مش عارف. انا مش عارف. هنشوف جواب احمد فهمي الاول. شفت كيف قصفها بصراحه. جواب السقه. اوه نو، شكلك بعيد جدا يا سقه. اكيد بعيد جدا. الجواب الصح فهمي بياخد اول نقطه، وطبعا طبعا هي بقار امريكا الجنوبيه. هنكمل بلد جديد. الاقصر. الله الله، الاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح في كل اموات المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. خلصتوا الاثنين اجاباتكم؟ يلا حنشوف شو جاوبته وحنشوف الجواب الصحيح. تحية لأهل الأقصر وأسوان حبايبنا. أحمد فهمي حدثين في قلبي هدف. أحمد الزقفي. أوبا. لا حنشوف حسا خرطوم. حسا حنشوف الجواب الصح. إيه ده؟ ده جغرافيا. إيه بقى إيه؟ يا فهمي فهمي عظيم. جغرافيا مية مية طبعا. نقطتين لفهمي. ايوه انا ضعيف في الجغرافيا. يلا بلد جديد لحدد الهدف. 2-0 لفهمي. برشلونه. اوكي برشلونه بيلعبوا شويه كره حلو يعني عادي. يعني انا محتار صراحة. فهقلش يعني، انا هعمل اي حاجه. لا يا عم انت شاطر في الجغرافيا، انا بليد في الجغرافيا. يا رب تيجي في عينه. جد محتار في ايه فهمي؟ في مكانها. يعني انا عارف فين اسبانيا. ايوه طبعا. بس برشلونه تحديدا. هقلش، هقول اي حاجه. لا مش هتقلش طبعا، انت بتقول كده وبتكسب. والله العظيم هقلش، انا عارف. اوكي عندنا الاجابتين. احمد عمل سبميت وسق اول فهمي عندهم اجاباتهم، هنشوفهم على الشاشة مع بعض. أحمد فهمي هنشوف إجابتك. أي ده؟ مبلولة شوية. أحمد سقط فهنشوف إجابتك. أوكي. أوبس. أي 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 أي. الجواب المظبوط. هلأ هلأ بقى بدنا نشوف مين أقرب بالكيلومترات. أحمد فهمي 418 كيلومتر أقرب إلى برشلونة، أما السقة 672 ويكسب فهمي لأنه أقرب بحيث المساحة والكيلومترات. 3-0 لفهمي، وبرج الحوت هيطلع عليا في الآخر. هنكمل في تحديد الموقع. موسكو. أنا أزرق. موسكو. أوكي. أنا مش عارفها فين. غششنا فهمي.
عاصمة مش هقول لكم، سكرت مش هقول لكم. موسكو طبعا أوكي. رحتها في كاس العالم طيب. اللي فات دلوقتي لو قلنا دي كذا غششنا فاهم. هقلش وانا هقلش انا كمان يلا بس يعني البلد كبيره جدا فهتحط فين انا هتيجي انا حطيت في اي مكان وانا حطيت في اي مكان برضو هي قاره بالظبط. قدمتوا علامتكم فاهمي حطيت عليه اجابتك والسقه هنشوفهم مع بعض هشوف الاجابه الصحيحه. هنبدا مع فهمي طبعا. بيو. اوكي لا بس حاسسها بعيده. نوت باد نوت باد. السقه اوكي سيبيريا هيدي جت معك. اوكي هنشوف مين اللي اوكي طبعا وبكده بيفوز فهمي بالثلاث نقط. مبروك يا فهمي مبروك يا فهمي.